الرقم 310 أهم الأرقام المحفورة في وعي اليمنيين المهتمين بشرف مؤسستهم العسكرية الجمهورية التي تدين بالولاء للوطن وليس للأشخاص. فقد كان هذا الرقم هو اسم اللواء الذي دافع عن كبرياء الجمهورية التي كانت تترنح لحظة اجتياح عمران. درس عمران كان صفارة البداية للمأساة اليمنية الراهنة، حينما تفرج الجميع على لواء عسكري يقاتل نيابة عن الشعب في الدفاع عن الجمهورية ومؤسسات الدولة التي كانت تتعرض للتقويض والانقضاض. ذكرى استشهاد قائد اللواء 310 الشهيد حميد القشيبي تفتح الذاكرة الجمهورية الجريحة، وهو الذي تعرض للقهر والخذلان والجرح التاريخي في شرفه العسكري، حينما تم خذلانه من الجميع والغدر به كقائد كان ظهره مكشوفا من قبل وزارة الدفاع حينها. في ذكرى اغتيال القشيبي أصبح الجيش الوطني واللواء 310 على مشارف صنعاء للإسهام في تحرير اليمن والدولة الجمهورية الاتحادية ومشروعها المبني على أساس وثيقة الحوار الوطني والدستور المسودة. عاد هذا اللواء الجمهوري المقهور والجريح، وعاد الزمن الجمهوري مجدداً، وعاد الأبطال المخذولون الذين كانوا في منازلهم وقراهم بين أطفالهم وعلى وجوههم آلام الحزن العميق والجرح الكبير، كونهم غادروا بهزيمة قاسية واغتيال قاس لقائدهم. الأبعاد المحلية والإقليمية في مسلسل إسقاط الدولة اليمنية بدأت في الحضور من تلك اللحظة التي اقتحمت فيها المعسكرات والمؤسسات دونما موقف حقيقي من رعاة العملية السياسية حينها، التي كانت تصور الحرب الدائرة على أنها صراع قوى وليس انقلابا على الدولة الجمهورية. الجيش الوطني في ذكرى اغتيال القشيبي في اللحظة الراهنة تحول من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم والتحرير، وتبقى مسألة العقيدة الوطنية في بنية الجيش الحالي وتكريس الولاء للجمهورية بدلا من الأشخاص والفئات هو الأهم. في ذكرى اغتيال الشهيد القشيبي، هل استوعبت الأطراف الوطنية درس النكاية والدخول في مهاترات وتجاذبات على حساب الكيان اليمني الجمهوري؟ وهل تستوعب النخب اليمنية درس الذاكرة؟